هي بصراحة كانت كل حاجة كانت معدومة في البلد هنا، وفجأة كده ظبطنا الدنيا كلها، يعني الدنيا اتظبطت وبقت كل حاجة كله تمام. بقى في ترددات كتير على الوحدة، وناس بتيجي كتير جدا، ويعني كل الشغل كويس. حياة كريمة طبعا عملت حاجات كتير في المكان برضو. الوضع حجرة الكشف كاملة، كاملة، والأدوية موجودة، وغرفة تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة موجودة، وكل حاجة متوفرة في الوحدة. والله حضرتك مبادرة شجاعة من السيد رئيس الجمهورية، وأتت بثمارها فعلا في هذه القرية، قرية زيارة العوامة، وإحنا شاكرين ليه وشاكرين للسيد المحافظ والسيد رئيس مركز مدينة الضبعة على المجهود الرائع اللي بيقوموا فيه. حضرتك بالنسبة للوحدة المحلية تم إنشاء دور ثاني علوي، لو حضرتك بصيت هتشاهدوا تماما يعني، وفي مدرسة إعدادي في هذه الناحية، وفي مدرسة بحر الطريق، مدرسة أولاد هيوب للتعليم الأساسي، وفي جنب الوحدة المحلية تم إحلال وتجديد مركز شباب قرية زاوية العوامة، وتم إنشاء ملعب خماسي. وبالنسبة للرصف حضرتك تم رصف حوالي 5.5 كيلو داخل القرية، كما تم إنشاء 9 آبار لتجميع مياه الأمطار، وتم إحلال وتجديد تجمعين بالقرية إبل الطريق بما فيهم المحولات.